أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين، وإلى حلقة جديدة من برنامج قضايا وشباب. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هي عن الطلاق والزواج في مدينة الموصل. أظهرت إحصائية لمجلس القضاء الأعلى ارتفاع حالات الطلاق إلى أكثر من 4000 حالة من أصل 10000 حالة زواج خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي. وتصاعدت حالات الطلاق بشكل كبير خلال السنوات العشر الأخيرة، ما دفع قضاة وخبراء في علم الاجتماع إلى التحذير من خطورة هذه الظاهرة على تماسك المجتمع وتفكك الأسر وضياع مستقبل ضحاياه، مرجعين أسبابها إلى تأثيرات اجتماعية واقتصادية وظهور تنظيم داعش. ومن هذا المنطلق سنسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامج قضايا وشباب على أسباب الطلاق في محافظة نينوى. عن هذا الموضوع سنتحدث مع ضيفي حلقتنا لهذا اليوم، ونستضيف معنا الأستاذ طه صالح الجبوري، مدرس قانون الأحوال الشخصية كلية الحقوق جامعة الموصل. أهلا وسهلا بك أستاذ طه. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأيضا نستضيف معنا الأستاذ صهيب عامر سالم، محامي ومدرس كلية الحدبة. أهلا وسهلا بك أستاذ. أستاذ طه، بداية لو تقيم لنا حالات الزواج والطلاق في مدينة الموصل في السنوات الأخيرة. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وضيفك الكريم ولكل متابعي قناة الموصلية. وأحب أن أشكرك على هاي الاستضافة لتسليط الضوء على قضايا الأسرة اللي تهم المجتمع الموصلي بشكل خاص والمجتمع العراقي بشكل عام. قبل الإجابة عن سؤالك أحب أنوه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن قانون الأحوال الشخصية اللي ينظم قضايا الأسرة له خصوصية تختلف عن بقية القوانين الأخرى، كونه مستنبط من الشريعة الإسلامية دون التقييد بمذهب معين. هذه مسألة. والمسألة الثانية أن الزواج هو رابطة ما بين رجل وامرأة تحل له شرعا، غايته إنشاء رابطة الحياة المشتركة والنسل، ولكنه يختلف عن بقية العقود، إذ قال الله عنه عز وجل في محكم التنزيل: وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أي سماه الميثاق الغليظ. وهذا الميثاق الغليظ يبنى على جملة من العوامل لإنجاحه، منها التوافق النفسي والعاطفي والفكري فضلا عن العوامل الأخرى. وكلما كان الزواج مبنيا على أسس اللي ذكرناها، كلما كانت الرابطة الزوجية أكثر رصانة وانعكس على الأطفال وعلى المجتمع بشكل عام. أما بالنسبة لسؤالك حول تقييم الزواج والطلاق في مدينة الموصل، فبعد استقرار الأوضاع الأمنية والحمد لله وعودة أكثر العوائل النازحة إلى مدينة الموصل انتشر الزواج ولله الحمد، ولكن في نفس الوقت وللأسف الشديد أيضا انتشرت ظاهرة الطلاق، وذلك لأسباب عديدة سنأتي إلى ذكرها إن اتسع الوقت في هذا البرنامج. أستاذ طه، الكثير الكثير تزوجنا خلال احتلال داعش تحت تهديد السلاح والضغط، خصوصا في الموصل. المدينة تحررت، ولكن ما هو وضع هؤلاء الفتيات قانونيا، وخصوصا من لهن أطفال؟ يعني جنابك تتكلم حول الإكراه على الزواج بشكل عام. الإكراه على الزواج عالجه المشرع العراقي صراحة، ولكن المعالجة لم تكن دقيقة، إذ أشار إلى أن الزواج بالإكراه يعد باطلا إن لم يتم الدخول. ومفهوم المخالفة لهذا النص أنه إذا تم الدخول فيعد عقد الزواج صحيحا، وهذا خلل في الصياغة التشريعية، وكأنما نحن نشجع من أكره المرأة على الزواج بالتعجيل بالدخول لكي يصبح مثل هذا الزواج صحيحا، على الرغم من أنه المشرع العراقي وضع عقوبات على كل من الأقارب والأغيار الذي يكرهون سواء الفتيات أو حتى الشباب على الزواج. أما وضعهم القانوني صراحة، إحنا بغض النظر عن كون عقد الزواج بالإكراه باطل أم صحيح، إذا تم الدخول فيترتب على هذا الدخول جملة من الآثار، منها إثبات النسب، منها حرمة المصاهرة وهكذا. وبالتالي أنه الإكراه على الزواج بحد ذاته يعد باطلا وفق مفهوم إذا لم يتم الدخول، أما إذا تم الدخول فيعد صحيحا، وبالتالي أيضا يحق للمرأة طلب التفريق وفقا للمادة 40 من قانون الأحوال الشخصية إذا تم عقد الزواج بالإكراه.
الوضع القانوني لها حق طلب التفريق، واذا انجبت اطفال فهم ينسبون الى الزوج. شكرا استاذ طه. استاذ صهيب، لو تقيم بدايه، لو تقيم لنا حالات الزواج والطلاق في مدينه الموصل في السنوات الاخيره. في فتره داعش طبعا افرزت الكثير من الاحداث الامنيه والسياسيه على وضع المدينه، هذه الاثار السلبيه سنتكلم عنها فيما بعد ان شاء الله لم تظهر ولم تفرز الا بعد تحرير المدينه. طبعا الخشيه في عوائل الموصليه داخل المدينه من انه يترتب عليها، يعني باعتبار انه المجتمع الموصلي ومجتمع محافظين هو مجتمع محافظ، فخشيه العوائل على ابنائها، فاللي حصل انه اما زيجات مبكره واما زيجات خشيه الحياه على يعني الخطر على حياه البنت وما شابه ذلك. هذه افرزت بعد التحرير يعني اشكالات في المحاكم تمثلت ب رفع كثير من النساء لدعاوى تفريق على زيجات تمت في او زواجات تمت في عهد داعش او في سطوه داعش، ولكن لم يتم عنها، لن اقول الرضا، وانما لم يتم عنها الاقتناع الكامل بهذا الشخص او بهذا الزوج. نعم. استاذ صهيب، لو نتحدث عن النصوص القانونيه واليات حمايه النساء من العنف الاسري، البعض يتهمون النصوص القانونيه بعدم الجديه في تجريم هكذا اعتداءات، وهم ما ساهم في تزايد التجاوزات وبالتالي الوصول الى مرحله الطلاق. نعم، ابتداء يعني مساله الضرب الزوجه ضربا مبرحا يخرج به الزوج عن حقه الشرعي والقانوني في تاديب الزوجه يشكل سببا من اسباب التفريق للضرر، بالاضافه الى الضرب بحد ذاته يعتبر جريمه. نعم. فالاشكالات انه اولا هذا الضرب يجب ان يثبت بتقرير طبي، ويجب ان يثبت ما يحصل انه الزوجه عندما تحصل خلافات وضرب تذهب الى دار اهلها ودون ان يتم تثبيت هذا الضرر. عندما تقام دعوى بهذا الصدد يجب الاثبات، لان الزوجه هي المكلفه باثبات هذا الضرب وهذا يعني الضرر. هي الاشكاليه استاذ العزيز انه لربما الخلل في اختيار الزوج ابتداء، ولهذا قد يصل الحال الى انه ان يقوم الزوج بالتجاوز وضرب زوجته، فالضرب بحد ذاته اولا هو يعتبر جريمه، ومن حق الزوجه مراجعه محكمه التحقيق الخاصه بقضايا الاسره، هذا من جانب، ومن جانب اخر لها حق انه طلب التفريق من محكمه الاحوال الشخصيه باعتبار انه الضرب المبرح اللي يخرج به الزوج عن حقه في التاديب سبب من اسباب التفريق اللي نصت عليه الماده 40 من قانون الاحوال الشخصيه. نعم. استاذ صهيب، لو تقيم لنا نسب حالات الطلاق والزواج في مدينه الموصل. طبعا النسب هنا استاذ العزيز، احنا الان في شهر تشرين. في نعم. شهر تشرين طبعا هنا لن تنتهي السنه، عاده محاكم الاحوال الشخصيه تقوم برفع احصائيه بحالات او الاحصائيات الزواج والطلاق. احصائيات الزواج والطلاق ابتداء من بدايه السنه الى حدود شهر 12 اللي يصير به مثلا شلون تقول يعني في نهايه ال 12 يكون هنالك جرد. هذا الجرد لاحصائيه لحالات الزواج وحالات الطلاق، لكن ما يربو على نسبه حاليا ما يربو على نسبه ال 40% من حالات الزواج يقع فيها طلاق. طبعا هذه النسبه اكاد اقول لك انه هي مستقره في السنوات الاخيره، يعني حدود ال 40% يعني من حالات الزواج النص. اي نعم. اقل من النصف بقليل. نعم. اقل من النصف بقليل اللي هي حالات اللي يقع فيها طلاق. نعم. هذا الطلب طلاق يعني كامل ولا طلاق بس طلب؟ لا لا يعني لا، طلاق كامل يعني يصدر به حكم، يصدر به حكم وان لم يكن اكتسب. نعم. درجه البتات بالطعن به، لكن يصدر به حكم سواء كان هذا طلاق سواء. لا تنسى يعني استاذي الفاضل انه عاده اغلب انتهاء حالات الحاله الزوجيه تتم بحكم التفريق الصادر من المحكمة، وهذا طبعاً في حال تعنت الزوج ورفض إيقاع الطلاق فتبادر الزوجة لرفع التفريق لسبب معين من الأسباب اللي نص عليها قانون الأحوال الشخصية من المادة 40 إلى وصولاً للمادة 45. هذا طلاق تفريق مخالعة، أحياناً الزوجة تجبر على أنه تفتدي بحقوقها رغبة في التخلص من الزوج. شكراً أستاذ صهيب. أحبتي المشاهدين، الآن فاصل قصير ونعود إليكم. عدنا إليكم أحبة المشاهدين بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع ضيفة حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا وشباب. أستاذ طه، داعش فتح عشرات المكاتب لتوثيق عمليات الزواج في محافظة نينوى، ما هو وضع المتزوجات خصوصا إذ كان القانون لا يتعرف بهكذا زواج؟
ابتداء عقد الزواج من الناحية الشرعية لا يحتاج إلى توثيق، والتوثيق ليس شرطا لصحة عقد الزواج مطلقا، فقط ليس، بل أن عقد الزواج حتى في الشريعة الإسلامية لا يحتاج إلى رجل دين لإبرامه أو لقاضي، وإنما هو يتم بإيجاب وقبول بين الرجل والمرأة بصيغة معينة وتوافر شروط أخرى اللي معروفة، من ضمنها رضا العاقدين، أن يعقد بنية التأبيد، الشهود، حضور الولي وهكذا. فإذا استكملت الشروط والأركان والصيغة انعقد العقد دون الحاجة إلى توثيق، وأما التوثيق إلا لحماية حقوق الزوجين والأطفال خاصة الزوجة. وبالتالي حتى أن المشرع العراقي ألزم على الزوجين بغض النظر عن فترة داعش أن توثيق عقد الزواج، وبالتالي كل من أبرم عقد الزواج خارج المحكمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة. إذا تسمح لي دكتور بهذا الجانب، طبعا بعد تحرير المدينة محكمة استئناف نينوى ومشكورة فتحت الباب على مصراعيه لإثبات الزيجات التي تمت في وقت داعش، لأنه هذه ما منكم أو بالمستحيل أنه شخص يتزوج امرأة ويوثق زوجه أمام المحكمة اللي هي المحكمة اللي معترف بها قانون، ليست المحاكم الداعشية. هاي مسألة. المسألة الأخرى حتى أنه الجريمة اللي تكلم عنها دكتور طه في اجتهاد أيضا لمحكمة استئناف نينوى ومحكمة الجناية بصفة التمييزية اعتبرت بأنه لا يعتبر الزوج مرتكبا لجريمة ايش ابرام عقد الزواج خارج المحكمه في وقت داعش، على اعتبار انه كان مكره. نعم. بالضبط، على اعتبار انه كان مكره على ان يبرم زواجه خارج المحاكم العراقيه. نتكلم عنها، شو التوضيح هذا هنا؟ انا يمكن عندي بعض يعني استبقني اخوي استاذ صهيب، يعني من حيث المبدا الزواج خارج المحكمه هو صحيح من الناحيه الشرعيه، صحيح، ولكن الزواج خارج المحكمه يتحمل الزوجين أو أنه الرجل جملة من التبعات اللي هي العقوبات السالبة للحرية، الحبس أو حتى الغرامة. وبالتالي أنه العقد خارج المحكمة سواء في ظل العصابات التكفيرية أو حتى في ظل استقرار الأوضاع الأمنية هو عقد زواج صحيح مكتمل الأركان والشروط، ويرتب جميع آثاره القانونية والشرعية من نسب ونفقة وما شابه. أستاذ طه، بالرجوع إلى مسألة الطلاق، ما هي أهم الأسباب التي تدفع أحد الزوجين لطلب الطلاق؟ والله صراحة يعني مسألة انتشار ظاهرة الطلاق يعني ما ممكن إنه الإجابة عنها يعني في ظل هذا البرنامج القصير، يعني يعني صراحة أهم الأسباب. لا ماشي، قصدي إنه كثير من البحوث والأطاريح والندوات والحلقات النقاشية عقدت لمعالجة أسباب ظاهرة انتشار الطلاق والحلول لهذه الظاهرة، لكن ممكن يعني نقول أنه بعض الأسباب منها أسباب اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، عدم توافق فكري أو نفسي أو عاطفي، لكن من وجهة نظري المتواضعة أنه أسباب انتشار ظاهرة الطلاق هو ضعف الوازع الديني والأخلاقي والاجتماعي، لأن لو كل إنسان نظر إلى قدسية وعظمة الرابطة الزوجية الذي قال عنها الله سبحانه وتعالى الميثاق الغليظ ما استهان الناس بمسألة الطلاق أبدا. اثنين، أنه يبرز دور مثلا الأسرة لمعالجة هذه الظاهرة، يبرز دور وسائل الإعلام، المؤسسات التربوية والتعليمية، فضلا عن النصوص القانونية. إذا تسمح لي أستاذ أحمد في إضافة على التعقيب على هذه المسألة، دائما أسباب الطلاق تكون مستحدثة بحسب حداثة المجتمع نفسه، يعني إذا نجي على أسباب الطلاق بالثمانينات ترى تختلف عن التسعينات، تختلف طبعا إلى السبعينات. هسه إذا تجي مثلا يعني مثلا من أسباب الطلاق الخيانة الزوجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب، وهذا السبب الرئيسي. من أسباب الطلاق بعد فترة داعش أنه مثلا أحد الزوجين يريد يستقر بالموصل بينما الزوج الآخر يريد يستقر بالبيلا وبدوك. هذه شخصيا أنا ترافعت في 3 دعاوى طلاق أو تفريق بسبب أنه رغبة أحد الزوجين أنه يستقر خارج المدينة والآخر يريد يستقر داخل المدينة بعد التحرير. نعم. فهي مسألة أسباب التفريق والطلاق حسب حداثة المجتمع، تستحدث بحداثة المجتمع. نعم. أستاذ صهيب، ممكن تكون أنه حالات الزواج أنه تكون صغار قاصرين مثلا، يصير هاي المشاكل انه ما هذا الجانب يمكن دكتور طه يجابك، لان مفهوم القاصر عندنا في المسائل الاحوال الشخصيه يختلف عن القانون المدني. مفهوم القاصر
الشريعة الإسلامية يختلف عن مفهوم القاصر في القانون. البلوغ. في القانون البلوغ هو سن 18 من العمر، وبالتالي كل من كان دون هذا السن يعد قاصرا. أما في الشريعة الإسلامية فالقاصر هو من لم يكن بالغا بدنيا، فالبلوغ يكون بالبدن، فقد تكون يعني المرأة بالغة في سن 13 من العمر، أو الشاب بالغ في سن 15 من العمر، لأنهم يأخذون بالبدن ولا يأخذون بالسن إلا احتياطا عند عدم ظهور العلامة. لكن من الناحية القانونية، من الناحية القانونية القانون نظم مسألة الزواج القاصري، نعم، وأجاز لمن بلغ 15 من العمر أن يتقدم بطلب للحصول على الإذن بالزواج. طبعا القاضي بعد أن يتحقق من الأهلية العقلية والقابلية البدنية وبعد موافقة وليه الشرعي. أستاذ طه، إحنا نتحدث عن أسباب الطلاق، ممكن أنه أسباب أن يكون يعني الزوجين قاصرين فما عندهم أي خبرة عن الزواج وعن العيشة، المعيشة بيناتهم، صح ولا لا؟ صح صح. ولهذا يعني أنا من البداية ذكرت أنه الزواج له قدسية وعظمة، والكثير من الناس يجهلون عظمة وقدسية هذا الزواج ويستهينون حتى به. ولذلك حتى في دول مثل ماليزيا أنه من يقدم الشخص على الزواج يدخل دورة، دورة يعني طول شهر أو أقل بهالحدود، دورة للتعريف بالحقوق الزوجية. نعم، ما عدنا. شكرا أستاذ طه. لا ننتقل إلى أستاذ صهيب. أستاذ صهيب، هل من الصواب القول إن الوضع السياسي والأمني أثر سلبا على نسب الطلاق في محافظة نينوى؟ طبعا هي مسألة النسبة، الوضع السياسي ككل يعني ما، لكن الوضع الأمني قبل قليل تكلمنا عن مسألة أنه رغبة أحد الزوجين في استقرار خارج مدينة الموصل بينما تمسك الآخر في الاستقرار داخل المدينة. هذه إحدى الإشكاليات اللي ثارت بعد تحرير مدينة الموصل. يعني أما الوضع سياسيا فيعني ما ليست العلاقة الزوجية ليست شديدة تأثر بالحالة السياسية بقدر تأثرها بالوضع الأبي نفسه. يعني أستاذ صهيب يقول إنه الحالات كثرت بعد تحرير المدينة. نعم، هي ما مسألة هي كثرت، وإنما مسألة إنه ما كانت مطروحة من المحاكم، المحاكم ماكو أصلا. ولهذا أنت تشوف إنه عندنا 3 سنين شلون ماكو محاكم عراقية، ما أتكلم لك عن المحاكم داعش، محاكم داعشية وطلاق الإيقاع أمامها إشكالية أخرى، اللي آخر اشتهادات محكمة تبيز إنه ما يعترفون بالطلاق الواقع أمام محاكم داعشية، رغم إنه هذا رأي محل نظر، وإن كان إنه طلاق باعتبار إنه يقع بإرادة الزوج. لكن بالمسألة إنه نحن نلاحظ إنه إفرازات هذا الطلاق لأنه يعني إحدى أسبابها إنه ما كان هنالك محاكم عراقية واضح في هذه، فكأنه أصبح مجرد تراكم دعاوى وقضايا عرضت بالضبط بعد التحرير في محكمة الأمور. يعني عندي بس إضافة أنه معالجة ظاهرة الطلاق، طبعا أكو أسباب عديدة قلنا إحنا راح نجي على معالجة بس نكمل إن شاء الله ونرجع للمعالجة إن شاء الله. أستاذ صهيب، خلال السنوات الماضية الكثير من العائلات فقدت أوراقها الثبوتية للزواج أو غيرها، كيف تتعامل المحكمة مع هذه الدعاوي؟ وهل إجراءاتها تأخذ وقتا طويلا لا سيما بعد دمج معاملات الساحل الأيمن مع الأيسر؟ هل القضاء حل مشكلة السجلات؟ طبعا يعني لابد لكل عائلة أو منزل لابد من له أوراق ثبوتية، سواء كانت تعلقت بعقود الزواج أو شهادات الولادة أو الوفاة أو القسام الشرعي. هذه كلها للأسف الشديد فقدت بسبب أحداث سيطرة العصابات على هذه المدينة أو ما رافقها من عمليات تحرير. لكن الإجراء التي تم استحداثه من قبل محكمة استئناف نينوى بهذا الجانب بأنه سواء كان عقد الزواج أو قرار الطلاق، شلون أستاذ؟ يعني مثلا شخص استصدر لنفسه قرار طلاق وما سجله بالنفوس، ما سجله بالنفوس بقى متزوج، صار تحرير، ضاع قرار الطلاق، بهي الحالة ايش يسوي؟ فهنا إذا كان عنده نسخة مثلا من قرار الطلاق بهذه الحالة يقدر يصدقه ويستخرج به ما يسمى بحجة تأييد، تأييد قسام شرعي أو تأييد عقد الزواج أو تأييد قرار طلاق أو تأييد قرار إثبات الزواج، واضح؟ فيبرز نسخة مصورة، طبعا ما كل أصل حتى أن يطابق عليه، لأن قانون إثبات يقول يكون الأصل المصور، النسخة المصورة حجية الأصل مدى وجود الأصل، لكن إذا الأصل ما موجود، اللي هي سجلات ما موجودة، فشو أسوي بهذه الحالة؟
بهاي الحالة المحكمة تلجأ إلى مبدأ ما يسمى عندنا مبدأ قانون يسمى مبدأ الثبوت بالكتابة، بأنه المحكمة تعزز هذا الحجة أو هاي القسام مثلا أو عقد الزواج بأدلة إثبات أخرى، مثلا صورة قدم للنفوس أو شهادة الشاهدين وما شابه ذلك، حتى بعدها تصدر هذه الحجة ما تسمى به حجة تأييد قسام شرعي أو حجة تأييد عقد الزواج وغيرها. أستاذ صهيب، سؤال أخير قبل أن أخذ فاصل، ألا تعتبر المحكمة مثل هذه الأسباب غير مقنعة وبالتالي تدخل في طريق المصالحة بين الزوجين، أم إنها تعتبره سبب كاف للطلاق؟ طبعا هنا يدرك أخي ساطاها بأنه أسباب التفريق الموجود نص عليها المشرع، القاضي ما يقدر يحكم بالتفريق إذا ما يكون هنالك سبب، هذا واحد. طبعا هذا السبب ابتداء يجب إدراجه في عرض الدعوة، لأن كل يعني دعوة مقيدة، الدعوة مقيدة بعريضتها. فلما تجي الزوجة تقول أنا أريد أتطلق من زوجي عن طريق المحكمة، أريد أتفرق تفريق، يعني هذا اللي أتكلم عنه التفريق وليس طلاق، فتقول لازم تذكر سبب معين من هذه الأسباب اللي نص عليها المشرع، من المادة 40 إلى المادة 45 اللي نص عليها خمس مواد بفقراتها. فيجب أولا إدراج سبب نص عليه المشرع في قانون الأحوال الشخصية للتفريق، هذا واحد. اثنين، هذا سبب للترافع أو لنظر الدعوة. أما أن القاضي كيف يصدر حكم فهذه مسألة اقتناع، اقتناع قانوني بأنه يقتنع أنه في هذه الدعوة اللي طلبت بها الزوجة التفريق بينها وبين زوجها، فهذه مسألة اقتناع أن القاضي يقتنع فيها. شكرا أستاذ صهيب. أحبتي المشاهدين، الآن فاصل قصير ونعود إليكم. الطلاق هسه يعني اذا نسمع كثير باليوم، اقل شيء اسمع لك اربع خمس سوالف هاي انه فلان طلق، فلان عاف، فلان ترك، انفصلوا، يعني يومين تسمع هاي السوالف، انتشرت حيل بشكل بالذات هاي الفتره. اكو مساله مهمه اللي هي لعبه البوبجي، دا يصير فيها سبب طلاق يعني هوايه. الوضع اللي بعد داعش، تاثير داعش على البلد بهذا طبعا اثر اصبع عندك المسلسلات التركيه، الشغل الساعة تقريبا واقف، من أسباب الطلاق عدم تفاهم، يعني كثير أمور عندك. الناس اللي عاشتها وقت داعش هم هاي ردة الفعل العكسية، عالم يعني أكو منهم يعني عقلهم صغير ما أي دا يصير حالات طلاق، وثاني شيء يعني صغارهم وماما الزواج يزوجون بس ما يعرفون، يعني عقلهم صغير يصير مشاكل عاد من العالم. لا رواتب، لا شغل، شغل قليل، رواتب قليلة، تعرف الزواج مكلف، عندنا هسه بالموصل المهر. اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين، عدنا اليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا وشباب. استاذ طه، الحد او ما هي الحلول الزواج خارج المحكمة؟ سؤال طبعا جيد. طبعا القانون اشترط بالإضافة إلى الشروط الموضوعية لإبرام عقد الزواج، أيضا اشترط شروط أخرى منها شكلية، يعني منها مثلا شكلية من حيث الإجراء لكن مضمونها موضوعي، اشترط مثلا الفحص الطبي، اشترط أنه مثلا إبرام عقد الزواج أمام المحكمة المختصة اللي هي محكمة الأحوال الشخصية. لكن للأسف الشديد أنه مراكز الفحص الطبي محدودة جدا، يعني فقط في مدينة الموصل يوجد مركز فحص طبي، وبالتالي أهل القرى أو الأرياف يجدون صعوبة في السفر إلى مدينة الموصل لإجراء الفحص الطبي، وبالتالي يلجؤون إلى الزواج خارج المحكمة، ومن ثم توثيق عقد هذا الزواج عن طريق تسجيله بعقد قديم مثل ما يعرف أستاذ صهيب، عن طريق العفو عام 2001 وعفو عام 2008. وأيضا أنه شدة الازدحام اللي موجود داخل المحاكم وعدد المراجعين اللي موجودين، يعني استطاع أن تقول بسبب هذا الازدحام؟ لا 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 لا, لا, لا عفوا، هذا من ضمن الأسباب، من ضمن الأسباب عفوا اللي هي الزواج خارج المحكمة. احنا نتوقف على الأسباب حتى نحاول نجد الحلول.
فطالما أن المشرع اشترط الفحص الطبي فيجب عليه إيجاد مراكز فحص طبي موجودة في مدينة الموصل في المركز أو في الأقضية أو في النواحي. يعني يمكن فقط في الأيمن موجود فحص. أعتقد يعني وأكو أيضا يمكن فحص آخر من مبالغ مادية. فحص التلاسيميا. نعم. بالإضافة إلى أنه عدد القضاة اللي موجود في العراق لا يتناسب أبدا مع النسبة السكانية. يعني أنا قرأت مثلا في أحد البحوث أنه كل 100,000 نسمة يستوجب 30 قاضي. وبالتالي إذا مليون النسبة ف 300 قاضي. الأحوال الشخصية المختصة بإبرام العقود قضاة اثنين فقط. قضاة اثنين فقط. في مدينة الموصل. طيب إحنا كيف نعالج هاي المشكلة يعني؟ إما أنه نزيد من عدد القضاة أو نأخذ بفكرة المأذون الشرعي على الأقل. يعني المأذون الشرعي ممكن نعينه يكون خريج كلية الحقوق أو خريج كلية الشريعة. وممكن يأخذ سجلات عقد الزواج ويذهب إلى بيت الزوجين لإبرام العقد بعد استكمال الشروط لقاء رسم معين، فذلك من تقليل العبء على عاتق المحاكم وحتى على الأسر. ما هذا يعني إذا تسمح لي أستاذ أحمد، في الوجه الآخر والإشكالية الأخرى مسألة الزواج الخارجي. ابتداء هي مشكلة اجتماعية، يعني الكثير من الأسر وللأسف الشديد يرى أنه الأفضل لو أنه تم إبرام عقد الزواج على يد رجل الدين وليس قاضي، وهذه للأسف الشديد أولا يحصل دخول. طبعا كثير من الحالات صادفتني أثناء عملي في المحاكم أنه يقول ها هذا ملا هذا حلال وندخل والله كريم فوش وشهود، ثم يكتشفون فيما بعد أنه أحد الزوجين مصاب بالثلاسيميا وتبدي المعاناة أنه مع أطفالهم لو أنه أبرم عقد الزواج عن طريق المحكمة وحتى عن طريق المأذون الشرعي بنظام قانوني راح أنه يسوي فحص ويكتشف أنه أمراض الدم ضمنها ثلاسيميا لكان ما حصل اللي حصل. أنا راح أرجع لك إن شاء الله، عندي أسئلة لك أستاذ صويب. استطاها في كثير من أهالي مدينة الموصل وخصوصا المتزوجات، تزوجنا خلال فترة داعش، الآن بعد تحرير المدينة أما الزوج توفى، أما الزوج مثلا هرب ولم يعني يؤكد أنه هذه زوجته، زين الحل شلون راح يكون لها؟ يعني هذا احنا ذكرنا بالبداية انه عقد الزواج هو عقد شرعي يعقد بإيجاب وبقبول، فتم الزواج. المشكلة نعم المشكلة هنا تكمن في مسألة الإثبات، كيفية إثبات، يعني الشهود طبعا هو بالبينة، قد يكون بالشهود قد يكون بالتصوير، المهم يعني بجميع أدلة الإثبات ممكن إثبات عقد الزواج. فإذا كان عندها مثلا عقد في ظل داعش ممكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة وتعزيزه بالشهود، ممكن إذا كان أكو شهود أيضا ممكن أنه تستدعيهم أمام القاضي للشهادة بقيام الرابطة الزوجية بينها وبين الشخص اللي غادر أو قتل أو ما شابه. فالمسألة تتعلق بالإثبات أكثر ما تتعلق بالناحية الموضوعية للزواج من عدمه. توفرين شلون اي شاهدين هاي يعني تخضع على علم هاي تخضع للسلطه التقديريه للقاضي هو اللي يقدر يعني كيفيه اثبات مساله الزواج من عدم. لا ما ممكن بالاثبات بالاثبات لكن هي اذا عجزت عن الاثبات يعني هنا مشكله. شكرا استاذ طه. استاذ صهيب، الظروف الطارئة الذي الظرف الطارئ الذي جعل زيجة الزواج تتم رغم عدم التكافؤ، ألا يؤدي بعد انتهاء الأزمة والظروف الطارئة نفسه إلى الزوال؟ يعني إذا كان إذا اسمح لي قبل الإجابة على هذا السؤال حتى عقب على سؤال الأستاذ طه فيما يتعلق بإثبات الزواج اللي حصل في فترة داعش، يتم بإحدى الإجراءين. أولا إذا كان الزوج والزوجة حاضرين موجودين، أكو الإجراء الأول أنه يقومون بمعاملة يسموها معامل الزواج خارجي. معامل الزواج خارجي هذه لمدى محكمة الأحوال الشخصية العقود المسائي. هذه إذا كان الزوج والزوجة حاضرين وماكو فد خصومة معينة بيناتهم. الفرض الثاني أو الحالة الثانية إذا ما عن طريق معاملة يسموها معامل الزواج خارجي يسموها دعوة إثبات الزواج. دعوة إثبات الزواج وهي دعوة تقام من أحد الزوجين وعادة ما تكون الزوجة على الزوج في حالات ثلاث. الحالة الأولى عندما يمتنع الزوج عن إيش؟ عن إثبات الزواج، هو الزوج وقت داعش وما عدا عقد الزواج وما يقبل. الحالة الثانية هاي الحالة الأولى اللي هو امتناع الزوج وعدم امتثاله لترويج معاملة إثبات الزواج. الحالة الثانية إذا كان الزوج مفقود لسبب من الأسباب
جزء عمليات تحرير وما شابه ذلك. الحالة الثالثة وفاة الزوج. فإذا كان الزوج ممتنع عن الإثبات، طبعاً هنا تقام دعوة بإجراءات وصولية ويرسل تبليغ عن طريق مبلغ قضائي. الحالة الثانية إذا كان مفقود تقام على القيم، يسمى قيم على المفقود إضافة أو حسب قيمومتي، يعني أكو شخص هو قيم أشبه بالوصي. واضح؟ الحالة الثالثة إذا كان الزوج متوفي فتقام على أحد الورثة إضافة للتركة، بمجرد أنه أبرز شهادة وفاة للمحكمة أثبت بأنه الزوج متوفي وشهادة الشاهدين اثنين ويثبت عندي الزواج ماكو مشكلة. نعم، الآن سؤالنا الظرف الطارئ. نعم. الذي جعل زيجة الزواج تتم رغم عدم التكافؤ، ألا يؤدي بعد انتهاء الأزمة أو الظروف الظرف الطارئ نفسه إلى الزواج؟ نعم. هذه طبعا أفرزت بعد أن افتتحت المحاكم مباشرة عملها، أفرزت أنه كان لربما الزوجة أنه تبدو أنها لم تكن على اقتناع كامل، أو أنها حصل هنالك لم نقل إجبارا كاملا، إجبارا جزئيا، الزوجية معودة استري علينا، ترى الظرف ما طيب، ما نعرف شو راح يصير بعد التحرير، أثناء التحرير الدواعش معنا نعرف شو راح يسوي، من هالعبارات هذه اللي تخلق فد ظرف نفسي لدى البنت أنه تتنازل عن كثير، خلينا نقول ما نقول مميزات، وإنما أوصاف طلبتها في ذهنها في يوم من الأيام أن تتوافق في هذا الزوج، فتصطدم بالحياة العملية للزواج أنه كثير. قلت لك يعني كثير أنه بعد التحرير ظهرت عندنا حالات تفريق بسبب عدم الاقتناع الكامل من قبل خاصة الزوجات بأزواجهن. نعم. استطاع هل عندك مثلا نسب أو أرقام الزيجات التي ما تتم دون توثيق الزواج؟ لا، هو النسب موجودة طبعا في محاكم الأحوال الشخصية فيما يتعلق بحالات الإثبات الزواج، وهي بالآلاف. أنت تحسب مدينة بحجم محافظة نينوى ولمدة 3 سنوات والزيجات مستمرة، فهذه كلها يعني خلق عندي تراكم غير طبيعي. طبعا بالبداية من فتحة المحكمة كان في الحمدانية ثم انتقلت لمدينة الموصل، هسه شوية الزخم أفضل من سابقه، لكن هم لأنه بجهود محكمة استئناف نينوى وقضاتها حاولوا وموظفيها اللي صار طبعا في حين الدوام مسائي أيضا، حاولوا قدر الإمكان أن يمتصون الضغط بتسجيل وتوثيق عقود الزواج اللي تمت خارج المحاكم اختصاص المحاكم العراقية. استاذ صهيب، هل هنالك ارقام دقيقة عن اعداد الفتيات اللواتي قتلن ازواجهن او هاجر او حتى سجلوا في اعداد المفقودين؟ لحد الان لا توجد لدى اي جهة احصائية دقيقة باعداد المفقودين، لانه هذا الشخص مفقود، قد يكون هذا الشخص متزوج او غير متزوج، لحد الان لا توجد يعني احصائيات دقيقة بهذا الجانب، ولكن في احدى المرات احدى المنظمات الدوليه اشارت ان الى ان العراق يحتل الرقم 1 باعداد المفقودين عالميا، وفي مدينه الموصل هنالك عشرات الالاف من حالات المفقودين وعدم معرفه مصيرهم. شكرا. وهذا طبعا به اشكالات قانونيه بهذا الجانب. شكرا جزيلا. احبه المشاهدين، الان فاصل قصير ونعود اليكم. أهلا وسهلا بكم أحبة المشاهدين، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل لنستكمل حديثنا مع ضيفي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج قضايا وشباب. أستاذ طه، رأيك ما هي الحلول للحد من ظاهرة الطلاق في مدينة الموصل؟ طبعا احنا بالبداية بينا أسباب الطلاق وأسباب انتشار هذه الظاهرة، قلنا أسبابها منها اقتصادية، منها اجتماعية، منها ثقافية، منها عدم التوافق فكري نفسي عاطفي، وانطلاقا من ذلك نجد الحلول. فالحلول تبدا اولا من الزوجين والاسره، مرورا ايضا بوسائل الاعلام، تاخذ جانب اعلامي وتاخذ جانب اجتماعي وايضا تاخذ جانب تشريعي. طبعا احنا دورنا في الجانب التشريعي. من المعروف انه في مسائل التفريق لابد من احاله الزوجين الى الباحث الاجتماعي، وللأسف الشديد أنه دور الباحث الاجتماعي في المحاكم دور شكلي ضعيف، لا يؤدي دوره بشكل صحيح. ذلك فضلا عن أنه مسألة البحث الاجتماعي أو الإصلاح بين الزوجين لا يتم فقط عن طريق الباحث الاجتماعي، فالمفروض أن يكون هنالك طبيب نفسي أو رجل دين يوعظ الزوجين. دكتور طه، في مداخلة بهذا الجانب، أكبر جريمة بحق الباحث الاجتماعي أنه يكون داخل المحكمة. يجب ان تكون للبحث الاجتماعي اولا دائره البحث الاجتماعي اولا دائره مستقله عن المحاكم نهائيا وخلاص،
تكون مرتبطه بوزاره العمل والشؤون الاجتماعيه. يعني ما يكون دخلوا المحاكم انتهت بعد. يعني تقول انه الامر انحسم وحدث محسوم. هو اكيد استاذ صايم مثل ما تفضلت، احنا بغض النظر عن كون المؤسسه موجود عن مكان وجود المؤسسه، لكن المؤسسه يجب تفعيلها وزياده عدد اعضائها. يعني ما يكون باحث اجتماعي ما يمارس دوره الا بشكل هامشي او روتيني انجاز التعبير. بس احنا ممكن انه نضيف الى نسميها مؤسسه الاصلاح الاسري، خلينا نسميها، ونضيف الى اعضاء سواء واعظ ديني او طبيب نفسي، بالاضافه الى باحث اجتماعي محاوله للاصلاح بين الزوجين او الوقوف على اسباب المشكله قبل اللجوء الى المحكمه والمطالبه بالتفريق. استطاع نقول انه الباحث الاجتماعي اللي هو دور كبير في حالات الطلاق مثلا يعالجها. والله استاذ احمد يعني عندنا بالمجتمع العراقي ما له اي دور. انا راح ارجع لك بس بعد مداخل بهذا الجانب. لو انا مشرع وقيل لي انظر في التفريق والباحث الاجتماعي، لو وضعت النص الآتي بأنه يمتنع على أي قاضي نظر دعوة تفريق إلا بعد استنفاذ إجراء الصلح والبحث الاجتماعي. في دائرة البحث الاجتماعي تكون تابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أكبر جريمة لما تكون الباحث الاجتماعي داخل المحكمة. الزوج والزوجة عندما يخطون قدمهم في المحاكم فهي أمر محسوم تقول يعني قد يكون شبه محسوم شبه محسوم إن لم نقل محسوم بالمرة. استطاعها برأيك الحلول هي كلها تقع على عاتق الباحث الاجتماعي. زين ممكن الأهل ما لهم دور أنا في هذا؟ أكيد أكيد أنا ذكرت لك هي ما تقف على عاتق الباحث الاجتماعي بل حتى على القاضي. يعني القاضي ابتداء عندما تعرض عليه دعوة التفريق صحيح حيلهم إلى الباحث الاجتماعي، لكن هو أيضا يأجل الدعوة ويحاول الإصلاح بين الزوجين. وهي أنا تكلمت لك فقط من الناحية التشريعية، أنما مسألة الإصلاح بين الزوجين تقع على عاتق المجتمع. يعني على الأهل، تقع على عاتق وسائل الإعلام، على المؤسسات التربوية والتعليمية. يعني أبسط مثال، يقدمون على الزواج الشباب وما يعرف ما هي الحقوق الزوجية، يعني ما هي حقوق الزوجة وما حقوقه هو على الزوجة، ما يعرفها. ما يعرف بس يعرف. لا الزوج يعني بعض يعرف بعض الأمور البسيطة يعني بعض الأمور البسيطة. فهنا يبرز دور الإعلام، دور المؤسسات التربوية والتعليمية في التوعية. ولهذا أنا ذكرت لك أنه أكو تجربة في ماليزيا أنه قبل الزواج يدخل دورة معينة للتعريف بالحقوق الزوجية وك. نعم. استطاعها يعني ممكن تكون إذا كانت دورات توعوية في مدينة الموصل ممكن تحد من هذه الظاهرة. ممكن عن طريق مؤسسات المجتمع المدني، عن طريق المراكز الثقافية. نعم. ممكن أنه المختصين بالقانون ممكن يلقون محاضرات سواء في الجامعات أو في التجمعات. نعم. التربية المنزلية أيضا. أكيد أكيد. لكن الدور الأبرز هو طبعا للأهل، أهل الزوجين. شكرا أستاذ طه. أستاذ صهيب، هل هنالك دعاوي طلاق تقدمها الزوجات بسبب غياب الزوج أو اختفائه؟ بالضبط. يعني هي أيضا إشكالية أخرى فيما يتعلق في كون الزوج مفقود، هذه أفرزتها عمليات التحرير وكذلك ضحايا عصابات داعش وعمليات التحرير أو حتى زوجات الدواعش أنفسهم اللي لا يعلم مصيرهم هل هم مقتولين. على يعني معروف انه ايضا اخي وزميلي دكتور طه يعرف انه المفقود هو كل شخص غاب ولا يعلم حياته هم ماتوا او هو بين قوسين اللي لا جثة له، اللي ما له جثة هذا وين كان الظروف يغلب على انه هو ميت، يعني مثلا في دار او في مكان معين يصير قصف وما نلاقي جثته هذا ما نقدر نقول عليه ميت لانه هو غير مقبور نسميه غير مقبور. فهذه عالجها طبعا المشرع فيما يتعلق بزواج المفقودين، اما انه يتم الحكم بوفاته وتنتهي الرابطه الزوجيه ما بين الزوج، او انه تطلب الحكم بوفاته بعد مضي 4 سنوات، او ان كان من افراد الدواعش فايضا بامكانها تتقدم بدعوه وتقول انه زوجي هو منتمي للعصابات الداعشيه، والمحكمه عندما تثبت كون انتمائه لهذه العصابات تصدر حكما بالتفريق بهذا الجانب. أستاذ صهيب، من يقدم الطلاق النسبة الأكبر، النساء أم الرجال؟ النساء عادة من هن يتقدمن بأسباب التفريق. وحتى إذا تنظر أو تلاحظ قانون الأحوال الشخصية راح تشوف أنه للزوجة. نعم. فليش؟ لأنه العصمة هي بيد ليست بيد الزوجة حتى هي ما تقوم بإيقاع الطلاق. نعم. صح؟ العصمة بيد الزوج نفسه. ولهذا تجد أنه المشرع يعطي الحلول التشريعية أنه حتى تتناولها وتطرحها أمام القضاء، لكن
يجب طبعا ان تتقيد بالاسباب اللي نص عليها المشرف في قانون الاحوال الشخصيه. احنا الان وصلنا الى الختام استاذ صهيب استاذ طه. الان قبل الختام كلمه اخيره توجهها بقناه الموصليه الى اهالي الموصل بخصوص هذه الظاهره. طبعا بخصوص هذه الظاهره كلمه واحده، الصلح خير. وللاسف الشديد كثير ناس يقولون احنا داخلين محضر خير ومحضر صلح، لكن بعد ختام جلستهم محضر طلاق او تفريق. ليش؟ لانه لم يخلص النيه في الاصلاح. الله سبحانه وتعالى يقول وان يريد اصلاحا، من خاطب قال يريد اصلاحا، ما خاطب الزوج والزوجه، وانما خاطب الايش المصلحين او اللي دخلوا الصلح من طرف الزوجه والزوجه. ف يريد المثنى بالخطاب ما قصد به الزوج والزوجة، وإنما قصد وكلاء الزوج والزوجة المحكمين أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وأيضا فيما يتعلق بالزواج يعني على الأهل، وهذه الاختيار والتأني في قبول الخاطب أو الرجل افضل يعني على قاعده انه الوقايه خير من العلاج. نعم، والزوجين يكونوا شويه فاهمين وعاقلين. بالضبط، فاهمين وعاقلين بالضبط، حتى قلل هذا. ومع ذلك الامر لا يسلم. نعم، الامر لا يسلم. شكرا جزيلا استاذ صهيب. استاذ طه، كلمه اخيره توجهها عفوا عبر قناه الموصليه الى اهالي الموصل بخصوص هذه الظاهره. يعني الطلاق له عواقب ذكرناها وخيمة، سواء على الأسرة أو حتى على الزوجة. في نظرة المجتمع يعني للمطلقة تختلف يعني عن نظرة المرأة الباكر، وكذلك حتى النظرة إلى الرجل المطلق. ولهذا ندعو في البداية يعني إنه الاختيار يكون سليم، وإذا حدثت مشاكل بين الزوجين مثل ما تفضل أخي وزميلي صهيب إنه الصلح خير، وإنه الأهل يحاولون يكونون عامل إصلاح للأسرة. وأيضا أوصي الرجل خاصة بالنساء، واستنادا إلى طبعا نهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال رفقا بالقوارير واستوصوا بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وأختم يعني بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير متاع الدنيا المرأة، وهي المرأة الصالحة. قال إذا نظر إليها أسرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. لكن مرات ممكن تكون الزوجة هي سبب هذه الحالات. أحبتي المشاهدين، قد وصلنا إلى الختام. نشكر ضيفي حلقتنا لهذا اليوم لحضوره من هذه الحلقة، الأستاذ طه صالح الجبوري، مدرس قانون الأحوال الشخصية كلية الحقوق جامعة الموصل. شكرا جزيلا لك أستاذ طه. أهلا وسهلا. وأيضا نشكر الأستاذ صهيب عامر سالم، محامي ومدرس في كلية الحدباء. شكرا جزيلا لك أستاذ لحضورك لهذه الحلقة. أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى الختام. نشكر إدارة كافتيريا نينوس كافي على حسن الضيافة، وأيضا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. إلى اللقاء.